السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة سايب أعلنت عن تحديثات جديدة في برنامج الاستراكشر بيم ستيل والسايب كونكت، وقالت إنها نزلت الكود المصري والكود السعودي بالإصدار الجديد. هيبقى في كود البناء السعودي للهياكل الفولاذية وفي الكود المصري أيضا، هيتضافوا للبرامج بتاعتهم عشان يتأكدوا من التوصيل، وإن هيكون التصميم الفولاذي تبع الكود السعودي باستخدام محرك تحليل أمريكي جامعة بيركلي كاليفورنيا أوبن سيس. فدلوقتي نبدأ. لو أنت عايز تعمل تجربة عملية تقدر تحمل نسختك مجاني وتحمل الكتالوج، وفي برامج عندهم كتيرة بتشتغل مجانا. بيم سيرفر، سنتر ستور، سايب منيو، تقدر ان انت تعمل داونلود للبرامج اللي انت عايزها وتبدا ان انت تشتغل عليها. عندهم برامج كتيره جدا، حاجات خاصه بالاناليسيس، حاجات خاصه بالستراكشر، بالميكانيكا، بالفاير، ودي الكتالوج تقدر تحملها عشان تبقى معاك في البرنامج. فهسيب لكم الروابط تقدروا ان انتوا تجربوها ان شاء الله.